لا تناسب يا إخوة يا أعزاء يا أحبة، حافظوا على الصورة القدسية لأهل البيت. الحسين يغازي لله بطيحة العباس، يغازي لله. نفسي المقلد، أنت مقلد، أنت مقلد لمرجع في الأحكام الشرعية الفرعية بس. أنت تقلد سيد البلبيجاني، سيد علي السيستاني، شيخ الأراضي، سيد عبد العال السبزواني، فلان فلان، قلدهم في أحكام شرعية، غيرها أنت مقلد. ولا أحد يجبرك على التقليد، لتكن حرا في تفكيرك. يا أحبة حافظوا على الصورة القدسية يا أهل البيت. الحسين يغازي لله بطيحة العباس، يغازي لله. يبقى قاعد انتوا شايفين العوام اذا يقولون شوف شي في عقائد في عقائد الدين، شو تقولون لهم؟ يقول هذا مو شغلك، هذا مو تخصصك، تقولوا له ما تقول له من مكان اخذ الرسالة كاتب له لا يجوز لك التقليد. خو وين يروح مولانا؟ يروح للجن؟ وين يروح؟ يا أحبة حافظوا على الصورة القدسية يا أهل البيت. الحسين يغازي لله بطيحة العباس، يغازي لله. أما في باب العقائد تقول له شنو؟ روح صر شنو؟ مجتهد. والمسكينة إذا قال بيني وبين الله عقلي ما يقبله تقول له لا تخل لا تكفر لا تكفر. يا أخي هو أنت شو عليك تقول له تكفر لو ما تكفر؟ هو اجتهد وشاف عقله شنو؟ ها ما مش بحاله شنو تعتمد عليه؟ شيء غريب واقعا. انتوا شايفين العوام اذا يقولون شوف شيء في عقائد في عقائد الدين، شو تقولون لهم؟ يقول هذا مو شغلك، هذا مو تخصصك، تقولوا له ما تقول له من مكان اخذ الرساله كاتب له لا يجوز لك التقليد. خو وين يروح مولانا؟ يروح للجن؟ وين يروح؟ اما والله عجيبه، لا الك الك حق الى يرجع، لا هو حق الى يتكلم. خو وين اين يذهب؟ انت مقلد لمرجع في الأحكام الشرعية الفرعية بس. أنت تقلد سيد البلبيجاني، سيد علي السيستاني، شيخ الأراضي، سيد عبد العال السبزواني، فلان فلان، تقلدهم في أحكام شرعية، غيرها أنت مقلد. يا أحبة حافظوا على الصورة القدسية لأهل البيت. الحسين يغازي لله بطيحة العباس، يغازي لله. هذا التحصين، تقولون لا نستطيع أن نقيد الخطباء، كيف استطعتم في باب الفقه؟ إذن المؤسسة الدينية ما تقدر تستطيع أن تعترض وتقول أنا لا أستطيع، أنا أنصحهم لا يعملون. أشوف لماذا استطعت في الباب الفقهي؟ نعم ليست راضية عن نصيحة، لا تكفي للرد. إذن أنتم عندكم القدرة على أن تحصنوا الرأي العقائدي وتحصنوا الرأي الشعائري. يخرج إنسان ويدعو إلى التطبير وإلى المشي على كذا وعلى النار وعلى كذا، يا با أنت من؟ من أعطاك الصلاحية أن تعطي رأياً في الشعائر؟ طلع على رواية ما أعرف منين وجاب ساقها لي حتى تنفع. هنا المؤسسة الدينية ما هي مسؤوليتها؟ إذا هذا الإنسان كان قد أفتى فقهياً، ألستم كنتم تصدرون الفتاوى وتقولون ليس من حقك؟ أنت لست مجتهد؟ لماذا هنا عندما يفتي في باب الشعائر لا يقول له أحد شيء؟ إذن شوفوا أنا أقول الآليات، يعني أن المؤسسة الدينية لابد أن تضع الآن أو مثال آخر دقيقة واحدة. لو أن شخصا مولانا جلس على المنبر مولانا واستلم الحقوق الشرعية من أحد المراجع يعني وكالة عنه بلا إذن منه، ماذا يفعلون له؟ ممنوع و... لا و... ويسقط وتصدر الفتاوى وإلى غير ذلك. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية ترى أن هذا خط أحمر البعد المالي، فلا بد ان يقترب منه احد او لا يقترب. لا يقترب. اما فتاوى في العقائد في الشعائر في الدين دنيا كمالات الاسلام لا، فليقل من يشاء ما يقول، احنا شنو ما نخسر شيء.